لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن ثمة فارق هائل بين حياة المؤمنين وحياة الكافرين، وبين أسباب سعادة المؤمن وتوهم السعادة عند الفجار والمنافقين. وإن أعظم ما يحيا به المؤمن التقلب في رحمة الله، فهذا نعيم لا يعدله نعيم، والمرحوم ذاك الذي يستند إلى ركن شديد، إذ يحجبه ربه عن عقوبته ويكتنف حاله من كل جانب، يحفظه ويرعاه ويسدده إلى ما يحبه ويرضاه. هذا الحال لا يعيه إلا من علم ما هي السعادة على وجهها، وكيف تكون في دنيا الناس. إن رحمة الله وسعت كل شيء، وهذا بمقتضى اسمه الرحمن، فإن الله عز وجل من صفاته الرحمة ومن أسمائه الرحمن والرحيم. ثم أظهر آثارا لهذه الصفات وهذه الأسماء أعملها في ملكه، حتى يعلم الناس كيف هي رحمته ويستدلون بها عليه، ولكنهم لن يعلموا حقيقتها. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فبمقتضى اسمه الرحمن رحم البشر والدواب، ورحم البر والفاجر، والمسلم والكافر، هذا في دنياهم، يسوق إليهم أرزاقهم ويعافيهم، بل ويسترهم ويوسع عليهم، لا يعاجلهم بالعقوبة
مع شدة مبارزتهم ومحاربتهم له. قال الله رب العالمين: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال الله عز وجل: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وهذا من رحمته أن مد لهم إمهالا دهرا طويلا لعلهم يرجعون، ومع ذلك يحاربونه ويسبونه ويعصونه، وهو يرزقهم ويعافيهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على سمع سمعه من الله، وفي لفظ: ما أحد أحلم من الله، ينسبون إليه الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يسبونه ويتهمونه بالفقر ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. هذا لتمام حلمه سبحانه وإظهارا لكمال أسمائه وصفاته، فإنه لا يتضرر سبحانه وتعالى بمخالفة خلقه، ولكن الخلق أنفسهم يظلمون. فإذا كانت هذه الرحمة في من عصاه، فكيف الرحمة بمن أطاعه؟ هذه الرحمة عباد الله يسري بها المؤمن في دنياه، ومن علاماتها تجنيب العبد عقوبة الله عز وجل، فبهذا يرحمه ثم يذيقه بعد ذلك قربا وودا لا يستشعره إلا هذا العبد الذي أطاعه ولزم عتبته. فقل لي بربك: هل إذا فتحت لك الشهوات وأصبت من المعاصي ما شئت ثم وردت على عذاب الله غدا، أهذا هو الرحمة التي ترجو، وهذا هو النعيم الذي تؤمل؟ إن هذا الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في المقارنة بين الطائع والكافر يحتاج إلى تأمل بعيد. قال الله عز وجل: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. هذا وجه للمقارنة، فج في المباينة، فإن هذا الأول قال الله عز وجل في قل تمتع بكفرك، والكفر ليس فيه متعة أبدا، وإنما فيه شقاء الروح والبدن، تستغيث فيه روحه ويشقى به قلبه ولا يهنأ في دنياه، لأن الكافر مهما بلغ من الشهوات والنعيم الدنيوي فإنه يحيا في ضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذا يأتي السؤال: كيف يقال عن هؤلاء الذين بلغوا الترف في أعلاه أنهم يعيشون في ضنك؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلا ترى أصحاب الشهوات إلا وهم غارقين فيها، لا يخلون بأنفسهم ولا يناجون ربهم.
بل يستوحشون من ذكره سبحانه. قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلا ترى الزناة والسرقة وشارب الخمر إلا وهم يتوالون على هذه الكؤوس وهذه المعاصي لا يفيقون منها أبداً، لأنهم لو كفوا لانفجرت فيهم روحهم تستغيث صياحاً لا ينقطع. وهذا يجيبك عليه كثرة الانتحار في دول قد علت فيها نسبة الترف حتى بلغت منتهاها، ومع ذلك تكثر فيهم نسبة الانتحار سنوياً، حتى نظمت لهم دولهم مواسم لذلك يقومون عليها. كيف ينتحرون وهم يتقلبون في الشهوات؟ شرب ولهو ولعب ومال وطرف ونساء. كيف يصيبهم ما يصيبهم؟ لأن القلب لا يهنأ ولا يعلم من هو الله. قال شيخ الإسلام: إن في الجنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة التي في الدنيا لا يعلمها إلا من قام على عتبة ربه يناجيه ويناديه وينزل الشكوى ببابه. فهذه لذة لا تعدلها لذة في دنيا الناس. حتى قال بعض السلف منهم يحيى بن معاذ: لو كان نعيم الجنة على ما نحن فيه اليوم، أي من السعادة في قلوبهم، لكفت. هذا الذي ذاقوه قال عنه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد نبيًا رضًا كاملًا لا يعدوه. فالذي يقوله والذي ينهاه والذي يأمره والذي يسكته هو الإسلام، على وفق مراد ربه فيه وعلى نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. بهذا يذوق ذوقاً حقيقياً، فإذا ذاق بذل كل شيء حتى يثبت على هذا المذاق الذي ذاقه. أما الذي يتقلب في الشهوات فبمجرد أن تنقضي تصرخ فيه روحه ويتألم فيه قلبه. فإن القلب كلما بذلت فيه معصية، كلما نكتت فيه نكتة سوداء، يصيبه الظلم ظلمات بعضها فوق بعض، فلا يستريح أبدا وهو أعمى لا يبصر، ظلمات هائلة. فكلما ازداد، كلما ازدادت عليه الظلمة وكلما تدجر من حاله، فلا سبيل له إلا أن يأوي إلى هذه الشهوات لا يفيق منها. قال الله عز وجل وهو يبرز حال هؤلاء إذا انتهوا إلى ما انتهوا إليه من هذه الشهوات: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهكذا أصحاب الشهوات سكارى لا يفيقون، لا يستطيعون أن يقاوموا، يدعون الإدمان الذي لا رجعة بعده لضعف وهوان قلوبهم، لأنهم لم يذوقوا لذة المناجاة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن عائشة رضي الله عنها وهو يقول: دعيني أناجي ربي. هذه التي يستأذنها لما سئل من أحب الناس إليك لم يتردد، قال عائشة. فقال له عمرو السائل: من الرجال؟ قال: أبوها. هذه أحب الناس على دنيا الناس إلى قلبه فطرة، هذه زوجته في الدنيا والآخرة، هذه أم المؤمنين، هذه حبيبته. ومع ذلك حبها لا يقارن بلذة ما يرى من المناجاة. هذه هي رحمة الله بعبده، أن يذيقه ذلك وأن يأخذ بيديه إليه سبحانه وتعالى. دعيني أناجي ربي. قالت: يا رسول الله، إني أحب جوارك، أحب أن تكون بجواري. فقال: دعيني أناجي ربي. فيقوم صلى الله عليه وسلم يطيل الليل
يتقلب على رؤوس الآي، يسيل الدمع، طعن في السن، قدم تتورم ولا يبالي، لا يستشعر ذلك. أين هذا من الذي يذوقه وهو في سجوده؟ قالت عائشة: فأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، ظنت أنه قد مات، سجدة طويلة جدا. وكانت عادته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه يطيل، فإذا قالت عائشة ذلك تعلم أن الطول هنا على غير المعتاد طول. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متقاربة متوازنة، قيامه قريبا من ركوعه وركوعه قريبا من سجوده، لم يكن ينقر ولم يكن يطيل هنا ويخفف هنا، لا، بل كانت صلاته متقاربة. فأطال السجود، قالت عائشة: حتى ظننت أنه قد قبض، فلمست قدميه فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت عائشة: فداك أبي وأمي، لأنت في شأن وأنا في شأن آخر، هو في حال وأنا في حال آخر. هذا الذي يسمى رحمة المؤمنين، لأن المؤمن لا ينفك عن البلاء، عن المحن، عن الفتن، فلولا رحمة الله به لانفجر قلبه ولم يستطع ثباتا. قال الله: ولولا أن ثبتناك. فهذا يدل على أن تثبيته كان بيد الله، فهذه الرحمة بنا، أن ثبتنا على الإسلام، وأن ثبتنا على السنة، وأن ثبتنا على طاعته، على الصلاة والقيام، وعلى بذل المعروف. هذا من أعظم النعيم الذي يبصره العبد وهو يرى تساقط الناس واحدا تلو الآخر. هذا ترك الصلاة، وهذا أكل الحرام، وهذا شرب المخدرات، وهذا أصابته الشبهات فألحد، وهذا لم يرجع إلى الإسلام، وهذا صار علمانيا، وهذا صار ليبراليا لا يؤمن بتشريع الإسلام، وهذا صار وهذا صار، فيلتفت إلى حاله قائلا: لك الحمد ربي، ظاهرا وباطنا، أولا وآخرا، على رحمتك بي أن ثبتني على ما هديتني إليك إليه، وأعوذ بك ربي أن أعاقب بسوء صنيعي، وأن أحرم خير ما عندك بسوء ما عندي. هذا هو النعيم، هذه الرحمة. إياك أن تظن أن العافية في البدن، أو أن كثرة المال، أو تجنب المصائب، هذه هي الرحمة من الله، فهذه يستوي فيها المسلم والكافر. ويعمل الرب سبحانه وتعالى آثار أسمائه وصفاته في عباده بذلك، فيعافي المؤمن ويعافي الكافر ويعافي البهيمة، حتى أنه يغرس في قلوبهم رحمة يقيمون بها أنفسهم على رحمة غيرهم. لكن الرحمة الحقيقية هي الهدى والتقى، أن يقيمك حيث يحب، وأن يقيمك إذا عثرت. وبعض الناس لا يناسبهم أن يرحموا، فلو رحموا حين ينزل بهم البلاء لصاروا عتاة مجرمين. قال الله: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فرحمهم بألا يكشف الكرب عنهم، لأنه لو كشف عنهم لازدادوا فجورا، فيرحموا بذلك
حتى يخف ميزانهم من المخالفة. قال الله عز وجل: وله الحمد في الآخرة. قال الحسن: إن أهل الدنيا وأهل النار ليحمدون الرب سبحانه وتعالى ألا يبقيهم فوق ما كانوا، لأنهم لو أبقاهم لزاد عليهم العذاب فوق المرتبة التي هم فيها. فكلما زادوا معصية وسنين في الغي والفجور كلما زادت عليهم العقوبة، فيحمدون الله أن ماتوا على سن صغير يعذبون على قدره، وهؤلاء في عذاب مهين، في عذاب مهين. فلابد أن تعلم هذه الأسماء وهذه الآثار. رحمة الله سبحانه وتعالى لا تنال بمجرد الانتساب، ولكن لابد لها من بذل حتى تستمطر من السماء، حتى تنزل على العبد. وإن البطال يتخطفه الشياطين وتتلاعب به الأهواء، أما الذي يبذل في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا الذي تكتنفه رحمة الله. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أولئك سيرحمهم الله. فذكر قبلها صفات: مؤمنون بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، فاحذر ذلك. فإن كثيرا من الناس يحجب نفسه عن رحمة الله لعداوته لإخوانه من المسلمين، فإن الشحناء بينه وبين أخيه بالهوى، والخصومة بينه وبين المسلمين على دنيا فانية، هذه تحجب رحمة الله عنه. وإن المؤمن رحيم بإخوانه، بل رحيم بكل من حوله، قلبه منفطر على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. غلظ القلب على الناس علامة على الشقاء. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فإذا كان الإنسان غليظ القلب لا يشفق على الناس في مصابهم، ولا يتحرك قلبه رحمة ورقة عليهم، فهذه علامة شقائه. فإن المؤمن رقيق القلب يحن على إخوانه، تدمع عينه لمصابهم، خاصة من علت فيه النكبة وأصابته المصائب تلو المصائب. أما اليوم فإن المسلمين يروا دورا لإخوانهم من المسلمين تدك، يقتل الأطفال والنساء، ثم ينظر إلى المشاهد ويقلبها وكأن شيئا لا يعنيه، حتى لا يتحرك لسانه بأن يعافيهم الله وينصرهم ويكشف ما حل بهم. لا يفعل ذلك، لا قلب يتحرك ولا لسان. أما تخشى على هذا القلب البائس الشقي؟ فإن المؤمن قلبه يشفق رحمة، يبث ذلك حوله، وهذه الرحمة هي أعظم محبوبات الله من عبده. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت بغي الجنة في كلب سقته. بغي تتاجر بعرضها في كلب سقط، كلب سقته. هذا الذي وقر في قلبها رحمة عليه استوجب لها رحمة الله سبحانه وتعالى. وقالت عائشة رضي الله عنها: أتتني امرأة بجاريتين لها
فطلبت وسألت ولم يكن ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3 تمرات وفي لفظ تمرتين. بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا 3 تمرات، لا تسأل عما بعده من الطعام، فليس هناك ثمة شيء. هذا أحب خلق الله إلى ربه. قالت عائشة فناولتها، فأخذت تمرة إلى الجارية الأولى بنتها الأولى، ثم التمرة الأخرى إلى الثانية، فأكلت كل واحدة منهما تمرتها. قالت فرفعت الأم التمرة إلى فيها تأكلها، فإذا بالجاريتين تحدقان إليها من شدة الجوع، من شدة الجوع ينظران إلى التمرة التي في يد أمهما، فشقتها نصفين فأعطت هذه نصفا وهذه نصفا. قالت فعجبت من أمرها، عجبت من أمرها، هذا حال يرق له القلب. كم من فقير معدوم، معدوم لا يجد قوت يومه، بل يمر عليه اليوم واليومان ولا يشعر به أحد من المسلمين الذين يجاورونه. فرقت عائشة، قالت فلما دخل صلى الله عليه وسلم حكت له ما تعجبت من أجله، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله أوجب لها الجنة أو أعتقها من النار بهذا الذي فعلته. هذه رحمة جبلة، أم ترحم أولادها، ومع ذلك القلب محل نظر الله، فإذا وجد فيه هذه الرحمة على وجه كامل استجلبت رحمة الله سبحانه وتعالى على عبده هذا. فكلما كنت رحيما بالناس رقيقا تشفق عليهم، وهذا قد لا يبصره الناس، وقد لا تملك مالا، وقد لا تواسيهم بالمال ولا بالكلمة، لكن القلب لابد أن يتحرك بذلك، هذا إيمان. فالمؤمنون والمؤمنين بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتواصون فيما بينهم، هذه علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين والكافرين كما قال القرطبي رحمه الله. فالمؤمنون لا ينفك عنهم ذلك. فرحمتي بك ورحمتك بي أن تراني على معصية فلا تتركني، تأخذني وتقول يا فلان اتق الله فإن عذاب الله شديد. ترى تارك الصلاة، ترى شارب الخمر، ترى الذي ينظر إلى النساء، ترى هذا، أليس هؤلاء إخوانك من المسلمين؟ فرض عليك، وإن كان كفائيا وقد يتعين أن يكون فرض عين عليك أن تأمره وتنهاه، وهذه علامة الرحمة منك له، وبهذا تستجلب رحمة الله عليك. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، قال الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فإن أعظم ما أنت سامع عن شعائر العبادات التي تستجلب الرحمة الصلاة، يليها ما يقرأ فيها، فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكلما تعرض بقلبه للقرآن كلما تنزلت عليه الرحمة، وكلما طالت مدة قراءته وتدبره كلما غشيته هذه الرحمة واكتنفته وغمس فيها غمسا، فيخرج من مجلس كان يقرأ فيه ومن صلاة كان يتقلب فيها بهذه الآيات، يخرج مرحوما موفق مسدد مأخوذ بيده. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله.
وهذا الذي نص عليه أهل العلم، أن هذه الرحمة التي جاءت بعد السين تفيد الرحمة في الدنيا والآخرة، لا يترك في الدنيا للفتن تعبث به، بل إن له ربا، له ظهر، له معين، له مسدد، لا يتركه للفتن تعبث به، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبا. وأشهد أن لا إله إلا الله، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، من جملة أسباب تنزل الرحمات على العبد طاعة الله ورسوله، وهذا الذي يفرق بين المجد وبين اللاعب. فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن أحد فيهم يفرق بين فرض ومستحب، بل كانوا كلهم يحملون قول رسول الله على محمل الجد، ويأخذون به ويعملون به بحذافيره. فلما أن دب في المسلمين هذا فرض وهذا مستحب، والمستحب لا يعمل به إلا مزاجا، أصابهم ما أصابهم من البعد. وإن أعظم مرقعات الفرائض هذه النوافل التي يزهد فيها الناس، حتى ذكر صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، قال انظروا في صلاته فإن كانت تامة، وإلا انظروا في نوافله تكمل بها، فإن لم يكن هناك ثمة نوافل ما الذي يرقع به؟ عباد الله، إن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبب النجاة الأعظم الذي نحن، ومن أعظم ما نحن فيه مما يستجلب رحمة الله إذا نزلت بنا المصيبة، أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وكذلك الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وعدم تقديم غيره عليه، وعدم التماس أي شيء غير أمره ونهيه. وهذه الأسباب لا حصر لها، إنما يشملها وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.